طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: تردي الواقع الصحي في العراق يجبر الكثير من العراقيين للسفر لتلقي العلاج في الخارج، وهذا السفر فيه مخاطر كثيرة. أما في العنوان الثاني: غرق الشوارع واستمرار تدهور الواقع الخدمي في محافظة البصرة. إلى العنوان الثالث في هذه الحلقة: نقص الخدمات وفساد المشاريع في محافظة المثنى. أما في العنوان الرابع: 75% من الأدوية الداخلة إلى العراق غير مرخصة. ومن العناوين إلى التفاصيل: تردي الواقع الصحي في العراق يضطر الكثير من العراقيين للسفر والعلاج خارج البلاد، مما يجعلهم يتعرضون لكثير من الأمور والإهانات، خاصة الذين يذهبون للعلاج في إيران. رحلة علاج لرجل بصري إلى إيران تنتهي بقتله وسرقة أمواله في حالة أصبحت متكررة لأشخاص عراقيين يتعرضون للقتل في إيران. فلنشاهد المقطع التالي. جوازي شكك ودبه يعني حاقدين بس يبعصوا أصابوا أربع دراجات علي عزيارة وعدي يا طقوا سيدي طقوا سويت طقوا أبوي ليش يا دبه فلوس الغرض كله ليش ناشد من سبع الحالات والله. بالنسبة للمرحوم سبق أن أجرى عملية بجمهورية الإسلامية الإيرانية، عملية فتح الشرايين على قلبه، وبالفترة الأخيرة طلب من عنده مراجعة بين فترة وفترة يراجع الدكتور مالته. قبل يومين عبر نفس الحالة على مود تكشيف هذا بالطريق، تعرضوا له مجرمين على دراجات بثلاث سنين مسير مالتهم، محاولة تسليب، محاولة واعتدوا عليه، لا أسن نزلوا عليه، لا أسن نهالوا عليه، كأنما موصين عليه الشخص هذا، ونهالوا عليه بضرب، أدى إلى رأسه ضربه منطقة العنق ضربه أدت إلى وفاته بالحال. عائلة من ناحية قلعة سكر في محافظة ذي قار تحتجزها أحد المشافي في دولة الهند، وذلك بسبب نفاذ أموالهم المخصصة للعلاج، فقرر أهالي الناحية جمع الأموال وإرسالها لهم في التفاتة إنسانية تعبر عن تضامن العراقيين مع بعضهم. فلنشاهد. المواطن العراقي يجمع لأخيه المواطن العراقي الثاني الأموال والحكومة غائبة. إلى الملف الثاني وإلى محافظة البصرة: نزول قطرات قليلة من الأمطار كفيلة بإغراق شوارع العراق وشوارع البصرة، نموذجا لغياب الدور البلدي ومجاري تصريف مياه الأمطار، خاصة في منطقة الجبيلة في البصرة حيث غرقت شوارعها بمياه الأمطار وأعاقت من حركة المواطنين. أحد المواطنين صور المقطع التالي ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فلنشاهد. السلام عليكم شباب، حاليا هاي في منطقة الجبيلة شارع الميثاق بالتحديد، هاي شوفوا هاي وما ما مطرت هيك صار بالشارع، هاي وما ما مطرت هيك صار بالشارع، يعني واضب الغطاس هم ما يشغل، يعني هسه لا فيد نأبر ذاك المحل لازم نجيب لنا بلم خاطر نأبر بي ذاك المحل، هاي زين هسه باكر دوام الصبح مع الموظفين وناس تطلع على باب الله، شلون يعني هسه هاي هاي
انت هذا الشارع هم غرقان كلش. هذا الشارع غرقان كلش، يعني ان من تشتكي ان من تقول ان من تحكي ما تعرف ان من، يعني هاي في منطقة الجبيلة شارع الميثاق بالتحديد، هاي بعد اكو مطر همه والشارع غرقان يعني. هاي السيارات قوة تفوت من عنده، بس البشر ما يقدر يعبر على ذاك الصوب. في مركز محافظة البصرة وبالقرب من مول تايم سكوير غرقت الشوارع بعد طفح مياه المجاري، وذلك بعد نزول أمطار لوقت قصير. فنشاهد المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير عليكم من البصرة الحبيبة، مدينة البترول ومدينة الخيرات. هاي هذا الحي اسمه حي الجبيلة أو منطقة الجبيلة. هذا مول البصرة تايم سكوير، وهذه الشوارع الفرعية المحيطة به. مثل ما تشوفون هذا مركز محافظة البصرة، مركز المدينة، يعني أعتقد مطرة نقاطات أنا أعتبره. هاي شوارعها وهذا حال مجاريها. شنو سبب هذا الماء اللي تشوفونه؟ طبعا مو ماء المطر، لا، هذا ماء المجاري. البلوعة اللي هنا موجودة من هول العفو، شوف نسخة منه إلى دائرة ماء ومجاري البصرة. يعني هذا ليش جاي ترجع؟ هذا بيك فاير. رجع الماي، ماي مجاري وكلها أمراض. وهاي بيوت، وهاي يعني هذا مركز محافظة البصرة. يعني شلون الحال بالأقضية والنواحي، شلون الحال بالقصبات والأرياف، الله يكون بعونهم ويعينهم. تحياتي لكم، أتمنى هذا الفيديو يوصل المسؤولين محافظة البصرة. بالفعل هذا حال مركز محافظة البصرة، فكيف والحال في الأقضية والنواحي؟ المقطع التالي من شوارع قضاء الزبير ومن البصرة كذلك، وذلك بعد هطول الأمطار بسبب الانسداد لمجاري تصريف المياه والإهمال البلدي، فلنتابع. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم 9/2/2019 صباحاً في منطقة الزبير مقابل الجراج الناصرية. هاي جراج الناصرية، تلاحظون هاي الشوارع مملية بالمياه، هاي مياه الأمطار طبعاً. اليوم الصبح مطرت الدنيا ووقفت المجاري، المجاري ما سارك، أكو مجاري هنا جو هذا العمود، مجرى مياه الأمطار. أنا رحت شفت طبعاً، حاولت أفتحها ما انفتحت لأن السداد، شفتها مملية البلوعة مالتها. شوفون العالم شلون تمشي ما تقدر تفتح حتى من الجراج. وهذا طبعا امطار اليوم الصبح، امطار بسيطه يمكن وش صارت، ما اعرف وين البلديه عن هاي المنطقه. السيارات شلون امطار، طبعا نعمه من الله هم تحلينا ماي شط العرب، ماي رساله، العالم تشرب من البصره على الجده. بصراحه على الجده هاي الامطار، وانا من واحد من الناس شط العرب بالراس البيشه، ماي حلو، ماي الشط طبعا، مو ماي قصد المياه، ماي الشط ماي حلو زلال. بس المفروض البلدية هم تجي تسلك هاي المجاري على مود تصير الطرق سهلة، تنفتح الطرق للناس. 9/2/2019 صباحا زبير مقابل جراج الناصرية، ذا الجراج. إلى الملف الثالث، ونقص الخدمات وفساد المشاريع العمارية والخدمية أدى إلى سوء حال المناطق وغياب البناء التحتية فيها
في منطقة محمد علي في مدينة السماوة بمحافظة المثنى، حيث تعاني هذه المنطقة بسبب عدم وجود شوارع مكسية بمادة الإسفلت، مما يعيق من حركة السيارات والمارة، وأهالي المنطقة يطالبون بالخدمات لمنطقتهم. فنشاهد المقطع التالي. شو تصور؟ الصورة تغنيك عن سؤالي وعن جوابي وعن كل شيء يتعلق بهذا الشارع. هذا الشارع لو فيه مسؤول بمجلس المحافظة أو بأي مكان شان تعبد وتصلح من زمان. حذر، لا ما أقدر أطلع. شوف الطيب أمناك لهنا يوميا ما يطلق لنا من الدوام. نحن طالع لا طالع موظف لا مدرس لا طلاب من المنطقة تنطر الدنيا. هذا حال وإحنا سيدة 2019 صارت حالات عندنا، حالات سيارة وقعت هنا مرة، جماعة ماتوا هنا بسبب هاي الحادثة. الكهرباء لا كهرباء اي هاي مرات اي اكو اعمده تطيح هنا تطيح، لان منطقه رخوه وما لها ما حد مهتم بيها. اي والله ملينا وجزعنا الزباين والهوسه وثلاث محافظين يجونا ودا يسوون لنا نتيجه ولا كل شيء ما يسوون لنا. هات تشوفون هاي الطينه وهاي، يعني لا مطرت الدين لا نطلع ولا نمشي ولا هاي نقعد ببيوتنا ونسكت. اول مره نشوف سيارات تمشي زعف، ماكو هذا ما حد يطب لك. هاي العالم قوة هاي طالعين من أهلهم قوة مجبورين طالعين، واللي يريد يطب لأهله إذا بسيارته هنا شنو سيارات تمشي زحف؟ كلها تمشي زحف، ماكو هذا شارع يمشي به لا تبليط لا هاي أبد، ولا واحد قوة العالم تمشي بهذا الشارع. إلى الملف الرابع أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، وإلى محافظة بابل وبالتحديد في قضاء المحاويل، حيث تظاهر مواطنون هناك لمطالبة بحقوقهم المسلوبة وحذروا من نفاذ صبرهم. دعونا نستمع إلى متظاهري المحاويل في محافظة بابل. الأهالي العاديين الغير منتمين حتى إلى تنسيقيات، هاي مظاهرة عفوية، وهاي المظاهرات العفوية هي أفضل من المظاهرات المنظمة. سوف نفاجئهم بهذه المظاهرات وسوف ندق على قلاع الفاسدين. نحن هنا من المحاويل نؤكد على أن الشعب سوف لن يسكت على الظلم والطغيان، وسوف تبقى هذه المظاهرات العفوية مستمرة وفي تصاعد مستمر. وأحذروا صولة الحليم، أحذروا صولة الحليم. إذا كان اليوم الشعب ساكت فما راح يبقى ساكت إلى الأبد. محافظة بابل تدار من قبل عصابات متسلطة على مجلس محافظة، مديريات بابل تدار من قبل عصابات بيع وشراء. اليوم مدير صحة بابل ينقل 17 واحد من خيرة الكفاءات بمستشفى المحاويل بتليفون. اليوم تعيين الطريقة اللي تم بها تعيين أستاذ أحمد كفوء وأستاذ أحمد نزيف، بس الطريقة اللي تم بها تغيير طريقة استفزازية لكل أهل المحاويل، لأن باعتبار فتحوا باب الترشيح بالمجلس البلدي رشحه واجانا المرشح عن طريق احد اعضاء مجلس المحافظه. لا عندنا مجلس بلدي، ها؟ لا عندنا مدير بلديه، لا عندنا قيم مقام. الاحياء لمت كل شارع بشارعه، كل واحد 100 100. انا جاي اشتغل بطال، ها؟ اخذوا 100 100 من عندنا. بطاله جاي يشتغلوا اخذوا 100 100، كل واحد سوى شارع لقباله. لا عندنا قيم مقام طلع. بالمطار غرقانين، لازم لابسين جزمات تكرم ونمشي. لا واحد شاف، لا واحد شاف شارع، لا عندنا مدارس مثلا يدرسون بفلوس. نطالب بهاي تردي الخدمات، المحاويل مهنشة من قبل الحكومة ومن قبل مجلس المحافظة. أولا الموازنة الاتحادية محاويل ما مذكورة بالموازنة. شيء ثاني خدمات ماكو. زين التربية العفو مدير التربية مال القضاء المحاويل نقلوه على شنو ما نعرف. زين هسه احنا محاضرين كشباب، يعني ما نعرف شنو مصيرنا، قدمنا على التربية لحد الآن ما نعرف شنو اللي راح يصير. صرح وزير الصحة والبيئة علاء العلوان في حكومة عادل عبد المهدي بأن 75% من الأدوية التي تدخل إلى العراق غير مرخصة. هذا التصريح أثار غضبا كبيرا في صفوف العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع تصريح وزير الصحة علاء العلوان. أنا نعرف أنه عدد كبير قد يصل إلى 75% من الأدوية إما الموجودة في القطاع الخاص إما غير يعني مقرر
استخدام في العراق، وإما غير مسجلة وإما غير مفحوصة. يعني عندنا من نظام الرقابة الدوائية طبعا، وهذا الموضوع ينبغي أن تكون له حلول سريعة وعاجلة. هناك مشكلة بالنسبة للمنافذ الحدودية نناقشها مع الجهات المعنية. هناك مشاكل تتعلق بتعزيز الرقابة الدوائية في وزارة الصحة وأيضا في الجهات المعنية الأخرى مثل نقابة الصيادلة. والآن إلى فقرة آراءكم. زعيم ميليشيا بدر هادي العامري تحدى الأمريكيين أن ينزلوا إلى الشارع، ويقول سوف نمنع أن تكون لهم قواعد في العراق. دعونا في البداية نشاهد تصريح هذا العامري. اليوم أكو التواجد الأمريكي وأكو الأمريكان طلعوا هناك، صدقوني كلها دعايات إشاعات كذب، هم أجبن من أن يقومون بهذه الأعمال، وقطعا سوف لن نسمح بأي تواجد بري أمريكي أو قواعد جوية أمريكية. صلى على محمد وآل محمد. وستكون مهمتنا في البرلمان، اللهم صل على محمد وآل محمد، وستكون مهمتنا في البرلمان عدم السماح لأي تواجد بري أو قواعد. الباقين قضايا لأغراض التدريب والفنية هتحددها الأجهزة الأمنية مع الدمامة وبموافقة الحكومة، أما بري جوي مرفوض وما نحتاج. نحن ننتمي لهذا المشروع المقاوم للكيان الصهيوني، ونرفض كل المتخاذلين والمستسلمين للكيان الصهيوني، وسنبقى في هذا المشروع، وسنحافظ على السيادة الوطنية، ولن نسمح لكان من كان أن يدنس السيادة الوطنية. هذا التصريح أثار العديد من التعليقات، خاصة تعليقات السخرية على موقع فيسبوك، فلنتابع بعضا منها. عبد القادر الشبلي علق: أنت لو ما أمريكا ما تجي وتحلم تجلس وتسوي مؤتمر صحفي، هم الذين جاءوا بكم. طائر عاشق: من اللي غطى علمهم تزولية بالاستعراض خوفا من أن يداس العلم ببساطيل المستعرضين؟ هدى علقت: شنو هذا الكلام؟ لعد منه ما للقواعد اللي بالموصل وبغداد والفلوجة؟ الخزعلي آل سليمان علق: والله ما شفنا منكم غير هذه التهديدات الصحفية، بس فقط تصريحات وهتافات كاذبة، لأنكم أجبن من أن تقاوموا المحتل. الناشط المدني محمد عبد الحميد علق: أن يستغرب من شيء واحد دائما أكرر: لولا أمريكا لكانوا يحلمون أن يجلسوا على كرسي الحكم هم وإيران. عبد الهادي قال: خايب الأمريكان، فاتوا مشي من يم مقر الحشد، وكان الحشد منتشر بالشارع وبالضبط واقف على الرصيف، همين وما قدرتوا تسوون شيء. نعم. والآن إلى فقرة هاشتاج. هاشتاج اليوم على تويتر هو: إيران تعتقل العراقيين. دعونا نتابع أبرز التغريدات حول هذا الهاشتاج. حامد الرفاعي غرد: كان اعتقال أوس الخفاجي رسالة تهديد إيرانية لأتباعها في العراق بأن أي محاولة للخروج عن طاعة إيران ستكون مكلفة. أياد الدليمي غرد: من جديد تثبت ميليشيات إيران في العراق بأنها الدولة ولا وجود لدولة بوجودها. كمال الزايد: إيران تعتقل وتغتال في العراق من ينتقدها أو يعاديها. شهرزاد: إيران زرعت الميليشيات في كل مكان بالعراق، هنا تقتل وهنا تغتال وهناك تعتقل كل من ينتقد إيران وتدخلها الفج في العراق. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج.
التدخل الإيراني بعد العام 2003 في العراق معروف ومعلوم وواضح، واليوم هناك رفض واسع لهذا التدخل خاصة من المحافظات الجنوبية، لكن إيران تستخدم أذرعها وميليشياتها لإسكات كل صوت يعارض تدخلها في العراق، وصور هذا الإسكات إما القتل أو الاعتقال أو التهديد. وكالة يقين أعدت تقريرا مصورا حول هذا الموضوع فلنتابعه. مركز راسام للدراسات الاستراتيجية طرح تساؤلا هو كيف سيكون الاستقرار السياسي في العراق بعدما دمرت الولايات المتحدة مؤسسات الدولة العراقية. دعونا نتابع هذا التقرير المصور من مركز راسام للدراسات الاستراتيجية. مينا رغيد خليل عراقية مسيحية من الموصل، وهي الأولى على جامعة الموصل. بعد تخرجها حصلت على تعيين وزاري كونها الأولى على الجامعة، لكن اللجنة الطبية في وزارة التعليم رفضت تعيينها، والسبب كونها فاقدة للبصر. هذا الأمر أثار غضب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين الحكومة بإهانة المواطن وخاصة الكفاءات منهم. موقع المدى أونلاين أعد تقريرا حول هذا الموضوع فلنتابعه. المفروض أن تكون هي مهنة إنسانية، لكن هي عند هذا الطبيب
كانت هي مهنة لتدمير الإنسانية. ويقلل مينا ما راح تتعينين، أنا أقلل مينا راح تتعينين. وإذا ما عينوك هوني بالعراق ألف دولة أكو تنتظر أن تعينين نوابغ مثلكي، وما قبل تزعلين وما قبل تبكين وأبدا ما قبل تنقهرين، وأبدا نحن ما راح نسكت على هذا الحق. لو كلفنا حياتنا، لو كلفنا حياتنا هذا الأمر يكفي؟ احنا تحملنا بما فيه الكفاية، اتهجرنا، مورس ضدنا إبادة جماعية، أخذوا تاريخنا، أخذوا كنائسنا، أخذوا بيوتنا، أخذوا أديورتنا، أخذوا كرامتنا، أخذوا كل شيء، لكن أن يدمرون أولادنا هذا أبدا ما راح نسكت عنه. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.